نروح لفويس نوت شخصيات او صور هتبعت لهم فويس نوت. تمام. دكتور كمال درويش. دكتور كمال درويش طبعا انا في وجهه نظري افضل من افضل الرؤساء النادي في جم في تاريخ في نادي الزمالك، وراجل محترم وتربوي، وفي فتره من الفترات الراجل ده ساعدني كتير جدا في حياتي. يعني لسه زعلان منه؟ لا، في الاول والاخر يعني زعل ممكن بيبقى وقتي، لكن انا كنت زي ما قلتها قبل كده، انا والدي اشتغل معاه اكتر من دوره وكان مقرب منه جدا، فزعلت بس اللي هو ما عزنيش يعني في وفاه والدي، لكن في الاول والاخر كبني ادم انا مش زعلان منه. كابتن عزمي مجاهد. يعني الله يرحمه، وحشني جدا، وان شاء الله باذن الله انا بجتهد وبشتغل وبتعب عشان احافظ على اسمه ويفضل اسم عزمي مجاهد موجود. كابتن، طب انا عايز اسالك سؤال بقى، كابتن عزمي مجاهد كان حبيب الكل ومفيش حد بيرتبط معاه باي شكل من الاشكال، باي شكل من اشكال الخصومه في اي حاجه. تمام. انت بسم الله ما شاء الله العكس تماما، مخبط تمام في الناس كلها. لا والله يا ابراهيم، بص انا مش قصه مخبط، والله انا في الاول والاخر لا انت طيب وشخصيه من الشخصيات الجميله جدا، بس انت دايما عنيف ومشاكس. احنا مختلفين شويه، دي خلي بالك كانت نقطه الخلاف بيني وبينه على بجد. يعني هو عنده اجتماعي، عنده ذكاء اجتماعي وبيعرف يعمل علاقات وبيتكلم وبتاع، انا عكسه تمام. يعني يلا الله يرحمه. لا قول لي. لا ولا يمكن كان على طول خلافنا، يقول لي ايه بجد والله العظيم ثلاثه بس. طيب. يعني اتعلمت منه حاجات كتير بصراحه. شخصيه جميله، الله يرحمه ويحسن اليه، يجعله في الجنه ونعمها يا رب. الصوره اللي بعد كده زيزو. زيزو من اول يوم دخل نادي الزمالك لعيب تحس ان هو مركز وعنده هدف. يمكن انا اول لما انا اللي خلي بالك انا اللي استقبلته في نادي الزمالك اول يوم ليه بجد والله. اه والله العظيم. وقعدت معاه اسبوع، كانت فرقه مسافره وانا اللي قعدت معاه اسبوع واشتغلت معاه من اول يوم، عارف هو بيعمل ايه، بياكل ايه، بيشرب ايه، عنده هدف، عشان كده وصل في المكان اللي هو فيه.